طبيبا بالأدب تنال أعلى الرتب عش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي المختار الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معا إن شاء الله تعالى نبحر سويا في عالم الإرشاد الأسري والتربوي على مدار 6 أيام بمشيئة الله تعالى. نتناول المحاور التي تظهر أمام حضراتكم، وهي تشمل الأمور التي يحتاجها المستشار الأسري والتربوي في عمله. إن شاء الله تعالى ستكون اللقاءات كلها تفاعلية، يعني لا نريد من يسمع ولا يشارك، لأن الاستشارات الأسرية والتربوية تحتاج إلى خبرة ودراية بمواقف سنذكر بعضها وكيفية علاجها. إن شاء الله تعم الفائدة و نخرج من الدورة بإذن الله تعالى ونحن مؤهلين كمستشارين تربويين وأسريين. نسأل الله تعالى التوفيق والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نبدأ على بركة الله تعالى. الموضوع الأهم والذي يمس المستشار الأسري والتربوي هو موضوع الأسرة بشكل عام، ولكن قبل أن نخوض في الموضوعات نريد يعني نسأل سؤال: من حضر اليوم من الأخوة الأفاضل والأخوات الفضليات، يعني نسأل سؤالا وهو: ما الذي ستستفيده من مثل هذه الموضوعات؟ هذه دبلومة على مدار 6 أيام، هل أنت تشعر أنك تريد أن تكون مستشارا أسريا وتربويا أم تحضر للفائدة؟ نريد إجابات مختصرة لنرى احتياجاتنا التدريبية بما نبدأ وبما نؤخر. أستاذ نعيم مرحبا، أستاذ أحمد السلام ورحمة الله، الاثنان معا، أستاذ عائشة الاثنان معا، جميل. كلاهما يكمل الآخر. معكم طبعا حضرنا مع بعض قبل كده المستشار الأسري يحيى جاد، طبعا ما في داعي نقرأ، المهم بس نتعرف على الاسم. وأسعد بوجودي معكم، إن شاء الله يكون الوجود فيه فائدة بإذن الله تعالى، ومن خلال هذه الفائدة نستطيع حتى نحل مشاكلنا داخل الأسرة. يعني حتى الذي لا يريد أن يصبح مستشارا تربويا من خلال هذه الدورة المكثفة يستطيع أن يتعامل مع أبنائه، خصوصا الذين هم في سن المراهقة. كذلك يستطيع من يدرس هذا البرنامج أن يتعامل مع فئات كثيرة من الناس، يتعامل مع الأطفال، يتعامل مع الكبار. بالنسبة للأسرة نبدأ بمفهوم الأسرة. هذه المحاور
بالنسبة للأسرة هي عبارة تبدأ بزوج وزوجة. أي أسرة في الدنيا تبدأ بزوج وزوجة، هما الأساس الذي تقوم عليه هذه الحياة الجديدة. ولكن الأساس لابد أن يتوفر له أركان وشروط وواجبات لكي تقوم هذه الأسرة. الأسرة هي نواة المجتمع التي تسعى لتتقدم بهذا المجتمع ويصل إلى مصاف الأمم ليقول هأنذا، فلولا الأسر ما كانت المجتمعات. ولذلك الأسرة بالنسبة لنا كمستشارين أسريين هي النواة التي نبني عليها كل المواد العلمية والمواقف الحياتية التي نتعامل. فمن خلال الأسرة والتعرف على ما يعتريها من تغيرات وأحداث ومشكلات هو مجال عملك كمستشار أسري وتربوي. كيف تتعامل مع هذه الأحداث؟ كيف تستنتج الصواب من الخطأ؟ قد يأتيك أحد الزوجين ويشكو مر الشكوى من الطرف الآخر، وحين تستمع إلى الطرف الآخر تجد أنه أيضا يشكو مر الشكوى، وتبدأ في حيرة من أمرك إن لم تكن تعرف الأمور التي تخص الزوج والزوجة. إذا هذا يدفعنا إلى دراسة علم النفس الاجتماعي، سنتعرض له في يوم من أيام المحاضرات، وتحليل الحالة أو الجلسة العلاجية. كل هذا يلزمنا أن نبحر فيه، والإرشاد الأسري والتربوي أيضا، وكيفية التعامل مع المواقف. إذن الأسرة بالنسبة للمستشار الأسري والتربوي هي محك القضية التي يحتاج أن يحل مشكلاتها. أولا نظام الأسرة، الأسر عرفت قديما قبل الإسلام، كان الناس يتزوجون وينجبون وأسر وقبائل وهكذا، ولكن لم تنظم الأسر بالتنظيم الراقي الذي حدد حقوق كل فرد وواجباته إلا عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم. بدأ يضع نظاما محكما يحدد حق الزوج وواجباته وحق الزوجة وواجباتها، ونزلت سور من القرآن الكريم لتبين الحقوق والواجبات في سورة النساء وغيرها من السور، التي سورة البقرة تحدثت عن الطلاق وأحكام الانفصال. المحور الثاني الذي قابلنا هو النظام الاجتماعي في الإسلام، وقلنا بأن الأسرة هي النواة الصالحة، ثم الإسلام والقضايا المعاصرة التي تظهر في الساحة. إذا سألنا سؤال وقلنا ما مفهوم كلمة زواج، يبقى عندنا الوحدة الأولى، ما مفهوم كلمة الزواج؟ لكي تكون أسرة لابد أن يوجد زوجان، وله أن توجد أمور متعارف عليها كل الناس يعرفها. لابد من زوجة وزوج مؤهلين للزواج، لابد من موافقة الزوجة أو وليها أو من توكل، إن كانت يتيمة مثلا أو من توكل. لابد ألا تكون هناك موانع، أحيانا توجد بعض الموانع تمنع الزواج. إذا انتفت الموانع بدأت مراسم الأسرة السعيدة تتحقق.
فالزواج هو رباط مقدس بين رجل وامرأة في ظل شريعة الإسلام. الزواج هو المتعارف عليه شرعا. هناك أنواع كثيرة ظهرت من الزواج، بعضها يفتقد المصداقية وبعضها يفتقد الشهود، فلا يؤخذ إلا بالزواج الشرعي الذي تتوفر فيه كل أركان الزواج كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أنت كمستشار أسري وتربوي حينما تأتيك مشكلة بين زوجين، أعرف هل هو زواج شرعي أو زواج عرفي أو زواج مسيار أو لابد أن تعرف حتى تستطيع أن تحكم على الأمر بعلم ودراية. لا نأخذ الأمور عشوائية وبسرعة، لا لا، أنت مستشار أسري تحتاج أن تلمد أحكام الشريعة في الزواج والطلاق والخلع والنفقة، لأن كل المشاكل الأسرية تصب في هذا الأمر. فنبدأ في صلب الموضوع، وهو الأسرة هي اللبنة الأولى في بناء المجتمعات كما قلنا منذ قليل، وهي أخذت من كلمة أسر، كلمة المعجم اللغوي الأسرة من كلمة أسر وتعني القوة والشدة، فالأسر هو شدة الخلق كما قال تعالى: نحن خلقناكم وشددنا أسرهم، نحن خلقناهم وشددنا أسرهم، فوردت الكلمة في اللفظ القرآني بهذا المعنى. والأسرة كما قلنا هي عشيرة الرجل وأهله من زوجة وأولاد وأبناء عمومة وأبناء أخوال وأشقاء وغير أشقاء. الأسرة تتكون من ذلك، وسميت بهذا الاسم لما فيها من معنى القوة، فكلما اجتمع أناس أكثر كلما زادت قوتهم ووحدتهم. أما الأسرة في نظر الشرع فهي الجماعة التي ارتبط ركنها بالزواج الشرعي كما قلنا، والتزمت بالحقوق والواجبات فيما بينها، ويدخل في ذلك الذرية التي تنتج عن هذا الزواج. والزواج في اللغة هو الاقتران والارتباط، معنى كلمة الزواج هو الاقتران والارتباط. وفي التنزيل: وزوجناهم بحور عين. أما النكاح فهو كلمة من مرادفات الزواج، يعني تعني نفس الزواج، وفي اللغة هو الضم والجمع، الضم والجمع. النكاح هو الزواج في الاصطلاح الشرعي، لأن الله تعالى يقول: فانكحوهن بإذن أهلهن، ولا بد أن يتوفر فيه عقد شرعي يقتضي الجمع بين الزوجين بما أمر الله تعالى. وبمعنى أوسع بأن الزواج هو العلاقة الناشئة بين زوجين، العلاقة الناشئة بين زوجين بعقد له أركان وشروط. ولذلك كل زواج يخرج عن الإطار الشرعي يعد ليس بزواج. فما اجتمع رجل وامرأة بعقد شرعي إلا وتحقق لهم قوله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. السيدة عائشة تقول: علاقة بين أشخاص توهم علاقات وسلوك وقيم جميل، زحمة ونعمة بالله السلام.
لذلك الزواج شرعه الله تعالى في كتابه العزيز وعلى هدي نبيه صلى الله عليه وسلم، فهو من سنن الأنبياء، تزوجوا وأنجبوا كما ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى، وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني من فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له. وبشرت سارة زوجة إبراهيم عليه السلام، ولذلك سنة كونية، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، حتى في الجمادات، حتى في الحيوانات، حتى في الطيور، كلها تتزاوج، كلها تتزاوج. والزواج كما قلنا من سنن الأنبياء والمرسلين، ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وفي الحديث أربع من سنن المرسلين: الحياء والتعطر والسواك والنكاح. فالأسرة هي دعامة الأمة، والزواج هو عماد لهذه الأسرة، به تنشأ وتتكون. ولذلك من المهم في المجتمعات، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أن نحافظ على عرى الزواج قائمة، وأن نهيئ للزوجين المسكن الذي يبدأ فيه حياة الزوجية، ليستمر هذا الزواج على وفاق وينتج منه الذرية الصالحة. ولذلك نستطيع أن نقول أن هناك حكمة شرع من أجلها الزواج. ما هي هذه الحكمة؟ سنة فتستجمونية، سنة فطرية جبل عليها الإنسان لإعمار الأرض، ممتاز. قصد الوصول إلى الهدف الأسمى طاعة الله سبحانه وتعالى، نعم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طب أيضا نريد حكم أخرى من مشروعية الزواج، حكم أخرى من مشروعية الزواج، نشارك كده مع بعض. أستاذة مونيا ذكرت حكمة ممتازة، نريد حكمة أخرى من مشروعية الزواج، نريد حكمة أخرى لما شرع الزواج. التكاثر، أستاذة نعيمة، التكاثر ممتاز. وماذا أيضا؟ الحفاظ على النسل، الأسرة هي العمود الفقري، إذا نعم ممتاز. أن تجد الخير وجيل صالح ممتاز، وإذا فسدت مسألة السلام، مفسدة الأرض ممتاز. أستاذة شيماء أيضا حفاظ على حقوق الطرفان، هو الزواج إذا كان شرعيا عرف حق الزوج وحق الزوجة. الزوجة أو المرأة حينما تحمل وتظهر أمام الناس بهذا الحمل، الناس كلها يعلم أن هذه زوجة فلان وهذا ابن فلان. أما إذا كان بدون عقد فأخذ اتجاه آخر وعرضت نفسها لسوء السمعة وهكذا. فالزواج يصون عفة المرأة، ويصون عرضها، ويصون سمعتها، وكذلك الزواج يعف الرجل ويجعله يمشي وهو مطمئن ويسير على منهج الله سبحانه وتعالى. الأصل في مشروعية الزواج الكتاب والسنة والإجماع. القرآن الكريم ذكر لفظ التزاوج في مواضع كثيرة، ومنها سورة الأحزاب حينما تكلم عن زينب بنت جحش رضي الله عنها، زوجها الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، فزوجناكها كي لا يكون على المؤمنين حرج. أيضا أمر الله تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. هذا أمر. إذا مشروعية الزواج في الإسلام من القرآن الكريم، أيضا من السنة المطهرة على صاحبها الصلاة والسلام، جاء التوجيه النبوي الكريم بالحث على الزواج: تناكحوا تكاثروا فإني مبين لكم الأمم يوم القيامة. وبين
أستاذة شيماء، نسمع الآن أعراف منتشرة بين الشباب أن الزواج سجن وكآبة. هؤلاء الفاشلون يا أستاذة، الذين يريدون أن يعيشوا ويأخذوا في أعراض الناس، هم من يصوروا الزواج بهذه الصورة. الله تعالى يقول: وجعل بينكم مودة ورحمة، فكيف يكون كآبة وكيف يكون سجن؟ ولكن الشيطان يصور الناس ما يغوين به كالخمر، يسموه مثلا المشروبات الروحية، يعني يسمون الأشياء بغير أسمائها ليضللوا الناس عنها. نسأل الله السلامة والعافية. النبي صلى الله عليه وسلم بين بأن الزواج عفة وحفظ من الأعراض، فيقول للشباب، ينصح الشباب، لأن معظم المشكلات تحدث من الشباب، وخصوصا في مرحلة المراهقة، لأنهم لا يفكرون بعقولهم بعواطفهم. أستاذة منيا، لأنهم يجهلون الأسس التي تبنى عليها هذه العلاقة. نعم، أستاذة عائشة، الله يكفينا الشر والعطر الرزاق، اللهم آمين يا رب. قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاه. النبي صلى الله عليه وسلم بين بأن الزواج عصمة وعفة، ومن لا يستطع وليس لديه مؤونة الزواج عليه بالصوم، وهذا علاج، لأن الصوم يضيق مجاري الشهوة في الإنسان. الصوم يضيق مجاري الشهوة في الإنسان. أنت صائم لا تكون بنفس الحالة الشهوانية وأنت مفطر. إجماع العلماء من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، من عهد ابن عباس والشافعي ومالك وكل العلماء، أجمع المسلمون على مشروعية الزواج من الكتاب والسنة. فالزواج من القيم الرائعة في الإسلام. المحور الثاني، أحد لي سؤال. طبعا موضوع الأسرة والزواج لو تكلمنا فيه أيام لن ينتهي، ولكن احنا محددين للستة أيام، يعني حوالي 13 14 موضوع لازم منهم إن شاء الله. أستاذة نعيمة تقول: يتشبهون بالغرب ويعيش في وخلق حياة ذات النطاق الاحترام والتعايش. نعم، والإسلام، يعني أنت كامرأة، الإسلام كفل لك الحق كله، كفل لك الاستقرار، كفل لك الحياة الكريمة. الإسلام يكفل للإنسان حقوقه كلها، ما بالك الزوج والزوجة؟ كيف نختار الشريك؟ أنت كامرأة، يعني الأخوات اللي معانا ما شاء الله، كيف تتزوجين؟ من تتزوجين؟ من تختارين؟ يعني شوف بقى المهارات ما شاء الله، يعني أنا عارف معظم اللي موجودين متزوجين، إن لم يكن الكل. أستاذة عائشة تقول: الجمال والأخلاق والنسب والدين. أستاذة منيا: فاصفر بذات الدين تربت يده. أستاذة نعيمة: إنسان يخشى الله. نعم، إذا كان رجل إنسان يخشى الله. نعم، يعني نتكلم أنت كامرأة، يعني الأخوات، أنت كامرأة الآن وجاءك من يخطبك، ما الأمور التي تفضلي أن تكون في هذا الشخص؟ سنذهب للرجال الآن، يعني إحنا نأخر نفسنا نتحمل، مش مشكلة. يعني لو جاءك رجل غني مثلا ولا يصلي، تقول له: والله ده غنى يعيشني مبسوطة وهيعيشني سعيدة وهنتفسح وهنروح. طبعا في ناس نظرتها ضيقة للأسف. أستاذ عائشة: أهم شيء الأخلاق والدين. أستاذة سمية: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا المرأة حينما تختار شريك حياتها، كل فتاة تضع مواصفات لمن تريد أن تعيش معه بقية حياتها. الزواج رباط، يعني لا ينتهي إلا بالموت. ما دام في استقرار ووفاء في الحياة، فالزواج رباط لا ينتهي إلا بالموت. حتى وإن تزوج الزوج امرأة أخرى، هو الرباط موجود. حتى وإن مثلا طلقت المرأة أو توفي عنها زوجها وتزوجت برجل آخر، فما دام في زواج في رباط. ولذلك أنا ما أدري من معنى الأستاذ أحمد، أستاذ مصطفى، يعني إذا وأنا معكم، إذا أردنا أن نبحث عن امرأة نتزوجها، عن أي شيء نبحث بشفافية، يعني ما
أما السيدات أهل الجمال والأخلاق والنسب، الرجال أظن الرجل يمكن أن يكون قدوة لأبنائه. ممتاز يا أستاذ نعيم، أنت جبت البعد السادس كما يقولون. الشهامة والرجولة أهم من الغنى، نعم. ذهب المال فما سيبقى؟ هو في مثل شعبي بس مش هينفع نقوله هنا يا أستاذة شيماء. هو يبقى على حاله يعني. عامة الرجل هنا يعني أستاذة شيماء، أيوه، إذا أراد الرجل أن يتزوج، هم الرجال مختلفون كالفتيات فعلا. يعني مثلا منهم من يبحث عن صاحبة دين لتصون عرضه وتصون بيته وتصون أبنائه، ومنهم من يبحث عن امرأة جميلة ليمتع نفسه بها، ومنهم من يبحث عن امرأة غنية. فالناس تختلف، الأغلبية الجمال، الأغلبية الجمال. احنا ما كناش موجودين في الزمن ده يمكن يا أستاذ عائشة، الله المستعان. يعني في العهد القريب كانت مثلا الأم أو الأب هي تختار الزوجة للابن بدون حتى ما يراها، يعني سبحان الله. والحكمة يعلمها الله كانت الحياة بتكون سعيدة، يعني على عكس الآن. الآن الأمر اختلف تماما، ونجد نسبة الطلاق عالية للغاية، ونسبة الشقاق عالية للغاية، سبحان الله. مع اختلاف الزمن والتطور وهذه الثورة الهائلة، إلا إن العوامل الاستقرار في الأسر أصبحت قليلة، وما ندري إيش السبب. يعني تغير النفوس بشكل كبير. ولذلك أنت كمستشار أسري وتربوي ستجد عندك مشكلات من هذا القبيل لا حصر لها، وتجد من المشكلات من تشكو أشياء، والرجل أيضا يشكو أشياء، وأنت عليك أن تحكم عقلك وترجع لنصوص الشرع ولا تتعجل في الحكم. المستشار الأسري يجب أن يتأنى في إصدار أي حكم وألا يستمع إلى طرف واحد، فربما الطرف الذي أتى يشتكي إليك هو المخطئ. ولذلك المستشار الأسري لابد أن يعمل يعني مثل بيان حالة، ويضع فيه أسئلة بذكاء. كل من يأتي لاستشارة أسرية أو تربوية يملأ هذا الاستبيان، وأنت من خلال تحليل الاستبيان يتبين لك، قد يكون الزوج عصبي وهو لا يعرف أنه عصبي، لكن يتعامل مع زوجته بعصبية، يقول أنا عادي جدا. قد تكون الزوجة غيورة مما يفسد العيش مثلا، ويقول لا ده أنا أحب زوجي جدا. ما هو صحيح، ما هو الحب شيء والغيرة تفسد الحب. يعني نحذر لما نيجي نحلل حالة أي مسترشد، إن إحنا نشوف الحالة النفسية، الحالة العصبية، المقدرة على المعاشرة، معاشرة الزوجة. معظم المشكلات تكون في هذه الأمور. الزوج هل يصلي أو لا يصلي؟ هل الزوجة تطيع زوجها؟ أشياء كثيرة. هل الزوج يعني عنده ما يكفي مؤونة البيت ومصروفات الزوجة والأولاد؟ الزوجة الغنية ماذا يجب عليها أن تفعل؟ هل يجبرها زوجها على الإنفاق في المنزل أو لا يجبرها؟ طبعا كل هذه أحكام شرعية على المستشار الأسري أن يلم بها. التثبت أستاذة عائشة يعني أنك ستتخذ قرارا صحيحا. حينما نأتي لنختار شريك حياتنا، طبعا الذي لم يتزوج معنا، ولا كلنا متزوجين ومتزوجات، صحيح؟ عندنا أحد أعزب. أستاذ شيماء أرجو أن تتحدث عن غض البصر وأهميته. ممتاز أستاذ، حاضر. أساس المصائب كلها والمشكلات في الأسر عدم غض البصر، سبحان الله العظيم. الله تعالى يقول: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. الإنسان حينما لا تكفيه زوجته، لو نظر لنساء الدنيا كلها ما تكفيه، لأن هي قناعة،
هي قناعة. المرأة أيضا، المرأة إذا لم يكفيها زوجها ويملأ عينها فلو نظرت إلى رجال الدنيا كلها لا تكفيها. ولذلك الله تعالى أمر بالإعفاف وأمر بأن الإنسان، طبعا غض البصر خاص بالرجل والمرأة والشاب والكبير والصغير، لا ليس خاص بطرف، خاص بالجميع، لأن الله تعالى عمم قال كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم. غض البصر طهارة للقلب وصفاء للذهن. الإمام الشافعي رضي الله عنه كان ذو ذاكرة حديدية ما شاء الله، كان ينظر في الصفحة يحفظها مباشرة. يقولون كان يضع يده على الصفحة المقابلة حتى لا تدخل مع الصفحة التي ينظر فيها. حكي أنه كان يسير في السوق فجاءت عينه على كعب امرأة، هو لم يتعمد النظر، سبحان الله لم يتعمد النظر، فنسي القرآن 40 ليلة. رجل رأى كعب امرأة فنسي القرآن 40 ليلة. وأحد الصحابة، يعني هم عظام نحن بالنسبة لهم لا شيء، عليه السلام ورحمة الله وبركاته، أستاذ سنان مرحبا. أحد الصحابة كان شابا، فطبعا لم يكن هناك أبواب في البيوت، وهو يمشي سمع صوت ما، فنظر من خلف الستار فإذا امرأة عارية تستحن يعني، فعلم أنه قد عصى الله معصية شديدة، فذهب إلى الجبل وأخذ يندم ويبكي حتى سأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم أين فلان؟ ومن حكمة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته أن يتفقد أصحابه، أين فلان؟ قال يا رسول الله ما ندري. فعمر أخذ يبحث حتى علم أنه يعيش في كهف في أعلى جبل يعاقب نفسه لأنه ارتكب معصية، فما بالنا الآن؟ اللهم سلم يا رب. الأسس التي نختار عليها شريك الحياة أو الزوج يعني أو الزوجة عدة أسس، أولها الأساس الإيماني كما تفضلتم، معظم الأخوات قالت الدين، التدين والتعبد استجابة لأمر الله تعالى، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمان. فأول أساس يجب أن تراعيه الأسر في التزويج أساس الدين. بعض الناس لا تبحث إلا عن رجل غني. معظم مآسي الأسر الموجودة الآن أنها لا تتقي الله في تزويج البنات، معظم المآسي والمشكلات التي لا حصر لها. اذهبوا إلى مكاتب المستشارين الأسريين وانظروا، ومن يعمل منكم في هذا المجال سيرى الكثير والكثير. والحل إن لم يشبع أحد الطرفين الآخر عاطفيا، نبحث أين الخلل ونعالجه. لا يفرق مؤمن من مؤمنة خلقا، فإن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. يعني عفوا إذا تطرقنا الكلمات، لكن يعني ما تجرح شعور أحد. الرجل والمرأة إذا فكر أحدهما بشهوانية كشهوانية البهائم، عفوا بالكلمة، فلن يكفيه ولا زوجة أو اثنين أو ثلاثة. ولكن إذا فكر في الزواج بالطريقة التي شرعها الله تعالى، بأن الحياة ليست كلها هذا الأمر، سيهدأ وتهدأ نفسه. من بعض شكاوى الزوجات، يعني زي ما تفضلت الأخت، إن زوجي لا يكفيني، وهذا أمر في غاية الخطورة. هذا أمر، فيجب أن تتفاهم الزوجة مع زوجها والعكس. وهذا الأمر لابد أن يحل بطريقة سرية لا يطلع عليه أحد، فإن عجز فليذهب لطبيب. كل شيء الحمد لله الآن ميسر علاجه، أستاذ حسن مرحبا. فليذهب لطبيب. فإن كان الأمر لا أحدهما لا يقضي وتره ويشبع ما يريد، أمامه أمران لا ثالث لهما.
إن لم يجد العلاج المناسب، يبقى أول خطوة يتفاهموا مع بعض، كل واحد لا ينهي الشيء إلا إذا أنهى الآخر. الأمر الثاني، إن عجز أن يذهب إلى الطبيب، قد يكون شيئا نفسيا، لأن معظم الأمور النفسية تؤثر على هذه الشيء. إن لم يجدوا علاجا أمامهم أمران لا سلس لهم، خصوصا لو في أبناء، إما يتحمل بعضهم على هذا الشك أو ينفصل. وأبغض الحلال عند الله الطلاق، وأبغض الحلال عند الله الطلاق، لأنها لا تفقه حقيقة هذا الأمر. أحيانا بعض الأزواج يكون عنده تعب نفسي ولا يعرف، وهذا التعب يؤثر على حياته في المعاشرة، والطبيب النفسي وحده هو الذي يستطيع أن يعالج هذا الأمر ولا حياء. بعض الناس يقول لا لا أنا أذهب لطبيب يقول علي مجنون. لا، لست مجنونا. الطبيب النفسي الآن زي طبيب الأنف والأذن والبطنة، طبيب عادي يعني، لما كانت الصراحة بين الزوجين كان الزواج ناجح. نعم، عدم الغش، يعني هي عدم الغش، لأن يعني في أمور طبعا، يعني هو بما أننا نتكلم عن الأسرة، في أمور يعني الإنسان ما ينفع يستحي فيها، يعني في أمور أنت لا يجب أن تستحي فيها، تكلم فيها مع زوجك ومع زوجتك وحلوا هذه الأمور بهدوء وروية. وأنا أقول لحضراتكم حاجة، اليوم فيه كم ساعة؟ اكتبوا لي كده على الشات، اليوم فيه كم ساعة؟ 50 ساعة؟ 80 ساعة؟ 24 أكيد؟ أكيد 24 يعني. طيب 24، لو خدنا منهم ساعة أو نصف ساعة، كم يبقى؟ يبقى 23. إذا جانب المعاشرة، الناس اللي تنظر للمعاشرة أنها كل الزواج، ليست كل الزواج، ساعة من 24، يعني أنتما في وجه بعضكما 23 ساعة، منها نوم وأكل وشغل وصلاة وعبادة. ما يكفي أن الإنسان في 23 ساعة يتكيف مع الوجه الآخر ويحل مشكلاته من أجل هذه الساعة؟ أكيد في حل. إذا نرجع لموضوعنا، قوله النكاح من سنتي، فمن لم يعمل بسنتي فليس مني، وتزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم، ومن كان ذا طول فلينكح، يعني ذا مقدرة وعنده استطاعة يتزوج. أيضا من الأساس الإيماني في الزواج، احفظوا، لأن كل نهاية جزء من البرنامج في تكليف هيظهر عندكم على الشاشة وعندكم بريد الكتروني. طبعا لا يعتمد الحضور إلا بحل التكليف وإرساله على البريد، خصوصا في الدورات اللي تعتمد على التركيز والحفظ، لأن هذه الأمور ستحتاجوها في عملكم. الأجر والمثوبة من الله تعالى، لقوله صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. فقال أحد الصحابة: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته أو زوجته ويكون له الأجر؟ قال: أرأيت إن وضعها في حرام أليس عليه وزر؟ قال: بلى. كذلك إن وضعها في حلال فله الأجر. سبحان الله، ما أعظم هذا الدين، حتى في هذه الأوقات التي تتمتع فيها يعطيك أجرا. الزواج من أسباب النعيم الأخروي ما شاء الله. كان أحد الصالحين يقول: لو ماتت زوجتي لتزوجت مباشرة، ليس حبا في الشهوة ولا حبا في. قالوا له: ولما يا إمام؟ قال: حتى لا ألقى الله أعز. يعني الإنسان حينما يكون متزوج ويلقى الله وهو متزوج وفي عنقه المسؤولية، فله أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. ف الأساس الإيماني في الزواج أنه من النعيم الأخروي مع الأزواج يوم القيامة. قال الله تعالى: جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم
وأزواجهم وذرياتهم. شكرا أم أفهم، شكرا أستاذ سناء. كل هذا ضمن الأساس الإيماني. الأساس الإيماني في اختيار شريك الحياة مراقبة الله تعالى في القيام بواجبات. بعض الرجال، يعني سامحونا الرجال اللي موجودين، بعض الرجال يفهمون موضوع القوامة خطأ. يفهم إن هو الآمر الناهي، إن الزوجة ليس من حقها أن تناقشها أو تتكلم. يا أخي الكريم، من أنت؟ من أنت؟ معظم المشكلات اللي تعرض علينا في المكتب إن الزوج مسيطر بشكل، حتى الأولاد ما يسمعهم ولا يأخذ رأيهم. هذا أسلوب فاشل جدا في الحياة وفي التربية. من أنت حتى تفعل هذا الأمر؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يشاور نسائه، فمن أنت؟ أعظم الخلق كان يشاور النساء، كما قلنا في محاضرة قريبة في الحديبية، حينما منعت قريش النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل مكة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الصحابة أن يحلقوا وأن يذبحوا الهدي، فما حصل موقف غريب، فما قام أحد، فحزن النبي صلى الله عليه وسلم من عدم إطاعة الأمر يعني. ودخل على زوجته أم سلمة، انظروا إلى حكمة المرأة. فقالت: ما بك يا رسول الله؟ فحكى لها الأمر. قالت: يا رسول الله، شو الرأي الحكيم، اخرج واستدعي الحلاق، فاحلق وانحر هديك وادخل ولا تكلم أحدا. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت. فبدأ الصحابة عندما رأوا ذلك بدأوا يتصارعون، حتى جرح بعضهم بعضا وهم يحلقون وذبحوا هديا بحكمة هذه المرأة المؤمنة أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها. القوامة ليست سيطرة، القوامة حددها الله تعالى حين قال: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا وبما. طب هل المرأة لو غنية وزوجها فقير يكون لها القوامة؟ إذا كانت القوامة بالإنفاق، هل المرأة لو غنية وزوجها فقير يكون لها القوامة؟ يلا الإجابة على الشات. أنا أستاذة منيا تقول لا، أستاذة عائشة تقول لا. إذا القوامة بشيء وضعه الله في الرجل، بما فضل الله به بعضكم على بعض. الحاجة الثانية وبما أنفقوا، لأن الإنفاق ليس وحده القوامة، بدليل أن المرأة الغنية وزوجها فقير لا يمكن أن يكون له القوامة. كذلك القوامة للرجل لأنه أكثر تحملا من المرأة، لأنه أكثر تحملا من المرأة، وإن خرجت إلى العمل وإن عملت ما عملت لا تخالف سنة الله في الأرض. ولذلك من حكمة الله أن جعل الطلاق في يد الرجل، لأن المرأة إذا غضبت رميت على طول، ما تتحمل. ولكن الرجل إذا غضب يعني يفكر، لأن الطلاق مكلف، بده مهر جديد وزوجة جديدة وعفش جديد، فهو يفكر 1000 مرة، تفكر 1000 مرة. الصوت واضح ولا بعيد أستاذ أحمد؟ واضح؟ طيب الحمد لله. الأساس الثاني، الأساس النفسي، وده اللي كنا نتكلم عنه في موضوع المعاشرة. من يذكر الأساس الأول؟ يلا بسرعة نشتغل. المرأة علي أم الرجل عقلاني. نعم، من يذكر الأساس الأول؟ رقم 1، تكلمنا عن الأساس الأول في الزواج واختيار الشريك. ما هو الأساس الديني؟ أحسنت أستاذ أحمد، الأساس الديني. عايزين اللي يسبق ياخد 5 درجات، أستاذ مصطفى معانا يعني. اللي يسبق في الحل ياخد 5 درجات. الأساس النفسي رقم 2، تحقيق السكن والأمن النفسي. هذا الأمر يشغل كل الزوجات الآن. الاستقرار الروحي والفكري. الله تعالى يقول: من آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. ليه؟ لماذا خلق الله لنا أزواجا؟ لتسكنوا إليها. السكن
هو الاستقرار النفسي لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة. هذا السكن أيضا، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وهذه من أعظم الحكم في مشروعية الزواج، من أعظم الحكم في مشروعية الزواج. الأساس النفسي أيضا من الاستعانة والأمن. نعم، الأساس النفسي هو إشباع الغريزة الجنسية بالمعاشرة. إذا تجاهل الإنسان، من رحمة الله تعالى أن شرع الزواج، فإذا تجاهل الإنسان تلبية هذه الغريزة يصاب بالقلق والاكتئاب والاضطراب النفسي وسرعة دقات القلب. سبحان الله العظيم، أثبت الطب الحديث بأن الإنسان إذا لم ينفس عن هذا الأمر بالطريقة الشرعية يصاب بالقلق والهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما أوجد العلاج للشباب فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، لأنه الصوم يخفف من هذه الغريزة. مرحبا أستاذ منير، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. أيضا من الغرائز في الأساس النفسي غريزة الأبوة والأمومة بالنسبة للمرأة، وهي تنمو من أول ما تشعر المرأة أنها حامل. أول ما تشعر المرأة أنها حامل يبدأ إحساسها بالأمومة، ويزداد من حكمة الله، يزداد تعلقها بهذا الجنين كلما كبر. كلما تحرك في بطنها أحست بنشوة وأحست بفرحة. بعض الأمهات تراقب، سبحان الله، تراقب بطنها، الابن يتحرك يمين يتحرك يسار. الآن هذه الغريزة، الزواج فقط هو ما يشبعها، الزواج فقط هو ما يشبعها، غريزة الأبوة وغريزة الأمومة من أهم الأشياء التي شرع من أجلها الزواج أيضا. يبقى الأساس الثاني كان هو الأساس. يبقى اتفقنا الأساس الأول، نكتب مع بعض، نكتب الأساس الأول، هنادي بالاسم، هنادي بالاسم، أساس الدين أستاذ شيماء، ممتاز. الأساس الثاني رقم اثنين حتى ما ننسى، الأساس النفسي، ممتاز. الأساس رقم ثلاثة أو جيم، الأساس القانوني الذي يكفل لكل منهما الحق، الذي يكفل لكل منهما الحق. الأساس القانوني هو يكفل الحق لكل واحد من الاثنين. أول أساس القانوني في الزواج يعني هي الأوراق الرسمية التي تستخرج من أي جهة حكومية. الأوراق الرسمية هي الأساس القانوني في الزواج. ما الأوراق الرسمية؟ أولها عقد الزواج. طبعا يأتي المأذون أو القاضي ويعقد على الرجل والمرأة بحضور ولي المرأة، ثم يأخذ دفتره ويسجله في الجهة المختصة حتى تخرج ورقة الزواج أو قسيمة الزواج. فأول الأسس القانونية هو عقد الزواج الذي يوثق حق الرجل وحق المرأة. من الأساس القانوني اشتراط الولي. طب لما يشترط الولي؟ لماذا لا تزوج المرأة نفسها وننتهي من هذا الأمر؟ المرأة عاطفية لحد كبير، فقد تخدع وقد تتنازل عن المهر وقد ترضى بأقل الأشياء بسبب أن ترضي رغبة معينة في نفسها، ولكن الولي بعيد عن هذه التأثيرات، فهو الذي يتكلم في حق المرأة ومهرها. طبعا إن كان وليا صالحا، يعني إن كان لا يأكل هو نفسه المهر. للأسف بعض أولياء النساء هم من يأكلون مهور النساء، مهور بنتهم أو أختهم، للأسف الشديد. فالولي وجد للحفاظ على حقوق المرأة، فهي قد تتنازل عن شيء في وقت لحظات عاطفية وتندم بعد ذلك،
ولكن الولي يتكلم بالعقل وهو بعيد عن التأثيرات العاطفية. أيضا من الأساس القانوني الذي لا يتم عقد الزواج إلا به الشهود. يعني عفوا يعني مش زي الأفلام، يعني الناس تشاهد الأفلام زوجتك نفسي زوجتك نفسي وانتهى الأمر. طبعا هذا ليس من الدين في شيء، هذا ليس من الدين في شيء. الزواج له أسس، له أسس وله أركان لابد أن تكمل. فاشتراط الشهود مع الولي هذا زيادة في توثيق الحق وتوثيق عقد الزواج. الكتابة والتوثيق هذا في الجهة الرسمية، الكتابة والتوثيق في الجهة الرسمية. واضح لغاية الآن ولا في حد ليه سؤال؟ ليه سؤال يسأل على طول، يكتب على الشات حتى يستفيد الجميع. يبقى احنا مر علينا ثلاث أسس. السؤال المعتاد، مين يكتب الثلاثة؟ شوف مين متابع معانا. من يكتب ثلاثة؟ الأساس الديني، الأساس النفسي، الأساس القانوني، الأساس الرابع الأساس المادي طبعا، وهو الأساس الأهم بالنسبة لقيام الأسرة. لا يوجد إنسان في عصرنا الحالي يتزوج بلا مال، لم يعد هناك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهر امرأة ما مع الصحابي من القرآن. طبعا الأزمان اختلفت والنفقات اختلفت والمصروفات اختلفت. شكرا أستاذ رباب، شكرا ممتاز أستاذ عائشة أستاذ مونيا كل اللي كتبوا شكرا جزيلا. فالأساس المادي هو الأساس الذي تقوم عليه الحياة الزوجية بكافة ما تحتاج، فهو من الأسس المهمة بعد الأساس القانوني. أولها المهر، وهو من حق الزوجة فقط ليس من حق ولي الزوجة. من بعض المشكلات اللي تمر إن والدي أخذ المهر وأكله، للأسف يعني والدي أخذ المهر وكذا. بعض الأولياء للأسف الشديد تحجب بناتها عن الزواج لتستفيد من راتبها مثلا. يعني تسمع عن أشياء وعن مآسي كلها بسبب الطمع والعياذ بالله. أنا رأيت بعد قسيمة الزواج ولي الزوجة يشترط لنفسه جزء من المهر في العبد نفسه، وما أدري من أين أتى بهذه الفتوى. الشبكة هل تكون؟ الشبكة ليست من المهر ولكنها ملك للزوجة، ولكنها ملك للزوجة، ولا يحق للزوج أن يأخذ منها شيء إلا برضا الزوجة. يعني لو رفضت الزوجة أن تعطيه لها الحق ولا حد يلوم عليها، ولا أحد يلوم عليها. أيوة أستاذ عائشة تقول لك بموافقة الزوجة، ولكنها إذا انفك الزواج، إذا انفك الزواج وأرادت أن تبرئ الزوج لابد أن تعيد له كل شيء حتى الشبكة، وهو ما نسميه بالخلع يعني، وهو ما نسميه بالخلع. أما إذا طلق الزوج فلا يحق له الشبكة ولا يحق له المهر أيضا، لأن هو من ترك، لأنه هو من ترك. وهل من حق الولي التنازل عن المهر؟ ليس من حق الولي أن يتنازل عن المهر، لأن المهر ملك للبنت أو ملك للزوج، يعني ملك للبنت. هي وحدها سبحان الله، هي وحدها اللي ممكن تترك مالها، تترك حقها. الأساس المادي وهو وجوب المهر على الزوج، إشعار الزوج بمسؤوليته المالية تجاه أعضاء أسرته من أول لحظة. يعرف ان عنده مصروفات وعنده تكاليف شيء، فلا بد ان يسير على هذا الامر، لا بد ان يسير على هذا الامر. وجوب النفقه على الزوج،
ليست الزوجة مسؤولة على الإنفاق بأي وجه من الوجوه، ولكن لا يمنع أن تشارك المرأة برضا وطيب نفس منها. يعني مثلا أنا زوجتي معلمة مثلا وتستلم راتب، لا أجبرها أن تشارك في البيت، ولكن بعض الناس يتفق، أنت تريدين العمل؟ تقول نعم. يقول لها تساهمي في البيت؟ تقول نعم، تفضلي اذهبي إلى العمل. بعض الزوجات يقول لها أنا ما أحب زوجتي تعمل. صحيح؟ هذا موجود في كل البيوت. وجوب النفقة على الزوج هو إشعار بتبعات الزواج، والأبناء كله يحتاج. الأساس الاجتماعي، الأساس الاجتماعي، هذا رقم 5 على فكرة. الأساس الاجتماعي، الأساس الاجتماعي وهو بقاء النوع الإنساني. إذا لم يكن هناك زواج لم يكن هناك نوع. طيب بعض الناس تقول طيب إذا كان في، عفوا اعذروني في الكلام، في أولاد بدون زواج، نقول إن هؤلاء وبال على المجتمع، وهم ليس لهم ذنب طبعا، وليس لهم الذنب على من عصى الله سبحانه وتعالى. ولذلك شرع الله الزواج، شرع الله الزواج. فالأساس الاجتماعي وهو بقاء النوع الإنساني واستمرار الحياة، لأن الله تعالى قال واستعمركم فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم نقول عليه الصلاة والسلام مع من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها 10. النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا، قال تزوجوا الودود الولود. حاليا وبسبب ضغوطات الحياة قالت المرأة برضو يعني بقبول منها، يا أستاذ نعيم بقبول منها، يعني ليس شرطا وليس إجبارا. طيب المرأة تقول أنا أجلس في البيت خلاص ما هشتغل، صحيح من حقها؟ فهي في الغالب بيكون اتفاق بين الطرفين، يعني فإني مكاثر بكم الأمم. كثرة النسل، هذا من الأساس الاجتماعي أيضا، كثرة النسل، ترابط الأسر تقوية أواصرها. طيب إذا مر علينا 6 أسس، مر علينا كام؟ مش هقول لكم اكتبوهم، مر علينا 6 أسس. من يذكرني معايا كده؟ الأساس الديني أو الإيماني، ها؟ الأساس النفسي، الأساس أستاذ شيماء الديني، ها؟ ساعدوني. القانون، أحسنت زحمة، أستاذ شيماء الأساس النفسي، ممتاز. الأساس المادي أو المادي، أستاذ أحمد، ممتاز. أستاذ رباب، ممتاز، المادي. الأساس القانوني، ها، يبقى واحدها، الأساس الاجتماعي، الأساس الاجتماعي. هذه الأسس ستأتي في التكليف في نهاية المحاضرة، ولذلك أنا أركز معكم عليها. كان اختيار الشريك، أما الآن اختيار الزوجة. أما الآن فاختيار الزوجة. الزوجة من أهم الأمور التي يتم اختيارها كما تفضلتم منذ البداية الدين. فاختيار الزوجة الاختيار الصحيح هو بداية نواة أسرة سليمة واعية تستقبل الحياة بوجه مشرق. والإسلام حدد خصائص ومواصفات لاختيار الزوجة. الإنسان ما يصلح أن يتزوج أي امرأة، طبعا الناس كلها خير وبركة، لكن نتكلم عن العناصر الشاذة عن الخير والبركة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس. يعني لو المرأة سيئة وأهلها سيئين لا تتزوج، لأن العرق دساس، الواد يطلع لخاله ويطلع لجده ويطلع كذا. فالإنسان يتخير، لأن الزوجة هي الأساس في بناء الأسرة السليمة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربعة،
إذا جاءكم من ترضون خلو دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض. ممتاز يا أستاذ أحمد، بارك الله في حضرتك. لمالها ولحسبها ولجمال وجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. إذا الرسول صلى الله عليه وسلم حث على، لأن ذات الدين أولا ستحفظ شرفك، هذا رقم واحد، ستحفظ عرضك، ستحفظ بيتك، ستحفظ مالك، ستحفظ أولادك، لأنها صاحبة دين تتعامل مع الله وحده. عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما كان يسير في الليل وسمع امرأة تقول: فلولا الله الذي تخشى عواقبه لاهتز من هذا السرير جوانبه، في الحرام يعني. فتألم عمر حينما سمع ذلك، سأل فوجد أن هذه المرأة زوجها في الغزو صلى له سنة، فذهب إلى ابنته لا حياء في الدين، قال: كم تتحمل المرأة غياب زوجها؟ قالت: تقريبا يا أبت 4 شهور، حددت تقريبا 4 شهور. فأمر أن ينزل كل جندي متزوج كل 4 شهور ينزل إلى أهله. وهذا من حكمة القائد، وهذا من حكمة القائد. بالنسبة للمال كما قلنا وجوب النفقة، أما إذا رضيت الزوجة كما تفضلت الأخت نعيم دلوقتي، لا حرج من الناحية الشرعية إذا رضيت الزوجة بطيب نفس أن تقدم من مالها لزوجها. ماشي أستاذة؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذة. إذا بطيب نفس وليس بالإكراه، لا يسوق شرعا أن تختار امرأة لمالها، لأن زي ما قالت الأستاذ شيماء هيروح المال ويفضل إيه كل شيء على حاله يعني. أما الجمال لا يمنع أن يختار الإنسان امرأة جميلة، لا يمنع، ولكن لا يكون هدفه الأول الجمال. تعتبر هي صدقة، نعم، لأن هي بإرادتها. لا ينبغي أن يكون الجمال هو هدفك الوحيد من الزواج. ليه؟ من يقول لماذا؟ يلا نرى إبداعاتكم على الشاشة. يلا من يقول لا ينبغي أن يكون الجمال هو العامل الوحيد للزواج؟ ليه؟ تؤجر عليها، عندي مشكلة في الصوت الآن جيد الحمد لله، الجمال ليس دائم أستاذ رباب، جميل. طيب لو أنا اخترت امرأة جميلة وتزوجتها إيش رأيكم؟ من يوافقني؟ أنا الآن عايز أتزوج امرأة جميلة جدا يعني، إيه المانع؟ الزواج الناجح لابد أن يكون هناك تقارب من الناحية الدينية النفسية العقلية أستاذ عائشة، نعم. هل يمنع أن أتزوج امرأة جميلة؟ طيب لا مانع، ولكن ليس أساس. أيوة احنا عايزين نصل للنقطة دي، ليه ليس أساس؟ لماذا ليس أساس؟ هذا السؤال من الأول، لماذا ليس أساس؟ يعني أنا تزوجت مثلا ليلى على سبيل ليلى، مش حد اسمه ليلى صح؟ تزوجت ليلى جميلة ليلى، وهدف ان انا اتزوج ليلى لانها جميلة بس. لما تزوجت ليلى وخلاص يعني قضيت الوتر اللي انا عايزه، شفت هناء اجمل من ليلى بكتير، رحت لهناء. لما تزوجت هناء شفت لبنى مثلا، لبنى اجمل واجمل. شفت اللي حصل؟ لما كان الهدف الوحيد الجمال كل يوم هيشوف امرأة أجمل من زوجته فلن يستطيع العيش. ولذلك الإسلام قال إن الجمال مش هو العنصر الأساسي للزواج، لكن لا يمنع أن يتزوج الرجل امرأة جميلة. ولما خلقت الجميلات؟ ولكن تكون صاحبة دين، لابد من تخطيط على الهدف الأبعد وهو بناء الأسرة. ولذلك هو ما كان هدفه هذا يا أستاذ عائشة، كان هدفه الجمال فقط. ولذلك كل ما يشوف واحدة جميلة هيحتقر الأولى، صحيح؟ كل ما يشوف امرأة أجمل هيحتقر، خصوصا في المجتمعات المفتوحة يعني. لا بأس من البحث عن الجمال بالقدر الذي يتحقق به غض البصر، وهذا مشروع، هذا مشروع إن كل واحد من حقه يتزوج امرأة جميلة عشان لا ينظر إلى الخارج.
إذا خلا الجمال من الدين فلا ينبغي تقديمه، لأنه سيكون وبالا، سيكون وبالا. الصفات اللي ينبغي معاطها عند اختيار الزوجة زي ما اتفقنا الدين، ها قلنا طبعا مش هنتكلم تاني، مش هنعيد الدين، نعدلها بس. الدين، الأصالة، إنها تكون ذات نسب، يعني الإنسان ما يتزوج امرأة لا يعرف لها أصل ولا فصل ولا أهل، إلا إذا كان عرفت عائلتها مثلا ومات أبوها وأمها، يعني معروفة الأصل يعني. إذا الأصالة أن يكون للمرأة نسب معروف. الولود طبعا دي ما تبانش إلا بعد الزواج، يعني ما اروحش اسال امراه اخطبها انت ولود ولا غير ولود، طبعا ما تعرف، خصوصا بكريه، الا اذا كان امراه متزوجه من قبل. هذه النقطه مهمه اللي هي المراه البكر، يعني الانسان اذا اراد ان يتزوج لاول مره فمن الافضل انه يتزوج بكر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي الجليل: فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك، او قال تضاحكها كده يعني. لان طبعا البكر تدخل على حياه جديده وتأنس. اختيار الزوج ايضا، يبقى احنا خلق اسس اختيار الزوجه. من يذكرنا بقى قبل ان ننتقل؟ من يذكرنا باسس اختيار الزوجه؟ يلا نكتب. اول شيء هناخد العنصر الاساسي بس. ممتاز شيماء، الدين صحيح، ممتاز. الأصالة، ممتاز. الأصالة عايشة صح. إيه كمان؟ الأصالة، أستاذ شيماء. العنصر اللي اختلفنا فيه، الإنفاق. لا، أسس اختيار الزوجة. أسس اختيار الزوجة. ها، البقارة، ممتاز. البقارة، يبقى إيش؟ الودود، الولود، ممتاز. تمام، يبقى حاجة واحدة بس. أنا تكلمت فيها وقلت لكم هتزوج امرأة الجمال، أحسنتي كده، أسس اختيار الزوجة. في أي مشكلات في ما مضى؟ أنت أنت كمستشار أسري تحتاج كل هذه المعلومات لما تيجي تحلل أي حالة تتقدم لك أو أي مشكلة، تبدأ تعرف ممكن واحد ينقص هذه الأشياء عنده فيحس بالنقص فلا يستطيع أن يتحمل الحياة مع هذه المرأة، أو العكس صحيح مع الرجل. أسس اختيار الزوج نفس الكلام، ومش هنتكلم فيه كتير لأن الوقت خلاص. الدين، ناخد العنصر الأساسي، المرأة مثل ما الرجل يبحث عن المرأة المتدينة الجميلة، ركز عليه الجميلة، أيضا المرأة تريد رجلا متدين ووسيم حسن الخلق في الرجل والمرأة. دماثة الخلق أي أن الأخلاق سمحة، زواج ينطلق، يعني لا يكون عبوسا، لا تتزوج رجلا عبوسا، ستكون حياتك يعني والعياذ بالله نكد. ليه؟ لأن في خارج البيت يضحك ويأنس، وإذا حضر إلى البيت حدثت طوارئ وكوارث وحرائق. الجمال لا يمنع أن تفكر المرأة كما قلنا في رجلا وسيما، لا ليس في عيب خلقي ولا شيء. أيضا لا بد أن يكون عنده مال. مال، ما المقصود بكلمة مال هنا؟ أيوه بشوشة، نعم. ما المقصود بكلمة مال؟ أستاذة نعيمة، أستاذة شيماء، أستاذ سنان، أستاذ أحمد، بالنسبة للزوج ما المقصود بكلمة المال؟ اللي هي الأمور الضرورية للحياة، يعني لا نقصد أنه غني، يعني غنى غناء فاحش، نقصد المال اللي يكفيه انه يفتح اسره، يفتح بيت ويبني اسره، هذا المقصود بالمال. يعني ما يكفي لضروريات الحياه، نعم توفير الضروريات،
ليش؟ لا التكميلية تأتي بعدين، التكميلية تأتي بعدين. نعم، إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. الحسب والنسب زي ما هو في المرأة، وقلنا إن المرأة لابد أن تبحث عن أيضا أصل الرجل وحسبه ونسبه، لأن العرق دساس، لأن العرق إيه؟ لأن العرق دساس. لا حرج من تطلع الفتاة أن يكون الزوج ذات نسب، ليس عيبا، يكون رجل كريم ورجل معروف ورجل يشهد له بالأمانة والصدق. لا تزوجوا ابنتكم إلا لتقي، كما تفضل الأستاذ أحمد، لا تزوجوا ابنتكم إلا لتقي. الأمر الآخر ذو أخلاق عالية، لا بد من تكافؤ الأنساب. نعم، التكافؤ في الزواج من شروط الزواج، ولكن إذا كان هناك من عرف بصلاحه وتقواه، من عرف بصلاحه وتقواه فما المانع؟ لا حرج من تطلع الفتاة أن يكون زوجها ذا نسب. لا ينبغي أن يأخذ الحسب والنسب الاعتبار الأول، زي ما عند الستات بالضبط. الرسول قال أربعة لمالها وحسبها ونسبها، فحتى في الرجل نفس الشرط موجود، لا يكون هو الأساس. وصلنا لأهم نقطة، التي يجب أن تعرفها أنت كمستشار أسري وتربوي، لا بد أن تتعمق في الحقوق الزوجية. معظم المشكلات اللي تعرض عليك هي في الحقوق الزوجية، معظم المشكلات. التكافؤ الاجتماعي والعلمي يا دكتور. أيوة، التكافؤ الاجتماعي والعلمي، لأن مثلا بعض الحالات مثلا يكون المرأة عالية يعني دكتورة في الجامعة، وزوجها يعني أقل منها في التفكير، فدائما يحدث اختلاف، والعكس صحيح، والعكس صحيح. الحقوق الزوجية هي من أهم ما يترتب على نشأة الأسرة. أهم حاجة إن كل واحد من الطرفين يعرف حق الآخر. بعض الرجال يريد أن يكون له كل الحق، وبعض النساء أيضا تريد أن تكون هي الرجل المسير داخل الأسرة، ومن هنا يدب الشقاق داخل الأسر، لأن كل واحد طغى على مهمة الآخر. حتى الزوج لا يصح أن يتدخل في أمور الزوجة الشخصية، الزوجة يجب أن تظهر بالمظهر اللائق. كلما دخل عليها زوجها يجدها جميلة، رائحتها طيبة، لباسها طيب. صحيح المرأة تقول أنا الأولاد والحمل والبيت والمطبخ، نعم صح من حقك، اجعلي لكل شيء وقت، اجعلي لكل شيء وقت. حقوق الزوجة هي واجبة على الزوج، وأولها كل المهر، أولها كان المهر. وحقوق الزوج واجبة على الزوجة وهي كثيرة، وسنأخذها. وهناك حقوق مشتركة يعني لابد أن يفعلها الاثنان معا، عدم التجريح وحسن المعاشرة. نعم، حقوق الزوجة، نبدأ بالزوجة لأن هنا ما شاء الله عدد السيدات أكثر، عشان إيه ما أحد يزعل يعني بعد إذنكم يا شباب. أولا، يمكن تصنيف حقوق الزوجة إلى صنفين. الله يبارك في حضرتك يا أستاذ. حقوق مادية وحقوق معنوية، وهذا سؤال على فكرة. حقوق مادية وحقوق معنوية. الحقوق المادية لا يختلف عليها اثنان، أولها المهر والنفقة، هذا أمر ما يختلف عليه أحد. المهر هو الصداق يعني في الاصطلاح، والمال اللي تأخذه المرأة لتمكن الرجل من نفسها بعقد شرعي.
فحكم تسمية المهر سنة لقطع النزاع. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. المهر فريضة، حكم المهر واجب، حكم المهر واجب على الرجل، حكم المهر واجب على الرجل، هذه النفقات المادية طبعا. لماذا شرع المهر؟ لتطيب نفس المرأة، تشعر أنها ذات قيمة. بعض النساء يعني تحكي حكاية سريعة، ذهب رجل لأسرة طيبة أصيلة وأراد أن يتزوج ابنتها، فلأن أبوها يعني غير طماع قال أعطاه يعني أخذ منه إيش زهيد وأكرمه وزوجه، وبينما تسير الزوجة مع زوجها انفلتت قدمها فطاحت، فلم يسأل عنها، قال لها قومي ده أنت مهرك 10 ريال 20 ريال مهرك بسيط يعني. فذهبت وحكت إلى أبيها بأن تركها تقع وكسرت قدمها ولم يمد يده فقال نعم اجلسي. فأمرها أبوها أن تجلس سنة، وقال له اذهب خذ ابنك واذهب. طبعا كانوا أنجبوا ولد، ولا تعود إلينا إلا ومعك كيس من الذهب. كيف ما كيف، قال له خلاص. فأعطاه ابنه، فكلما أراد أن يتزوج امرأة رفضت الناس، لأن الناس تعرف الأسرة اللي كان أخذ منها، أسرة على خلق وطيبة فترفض الناس. فاحتار بوالده، فأخذ يعمل ليلا حتى جمع كيس من الذهب، وذهب إلى بيت الزوجة فوافق أبوها أن ترجع إليه. وأثناء عودتها سبحان الله طاحت على الأرض والتوق قدمها، فحملها بسرعة قال لها أنت مهرك غالي. فشوف الزوج إذا تعب في المهر حافظ على المرأة. دايما الشباب اللي أبوها يتزوجها مثلا ويتكفل بكل شيء تجد حياته مزبزبة، وغالبا تصل للطلاق لأنه ما تعب. المهر من الإنفاق اللي يشعر الزوج برغبته إن هو يريد أن يتزوج، شعور المرأة برغبة الرجل فيها، أنا لما أعطيك مهر أنا أرغب فيك وأنا أحبك فأوفر لك هذا، أتعب أعمل ليلا نهار، فتحس المرأة بالأمان من هذا الشخص وتحس بالراحة النفسية. نعم تكريما لها. أكثر المهر وأقله هذا أمر مطروق للعرف، في ناس تتزوج على شيء زهيد وفي ناس تتزوج على مهر غالي، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أعظم الزواج بركة، أيسره إيه؟ أيسره مؤنة أو مؤنة، يعني المغالاة في النهوض جعل الشباب يحرمون عن الزواج ويمشون في طريق الحرام والعياذ بالله بسبب أولياء الأمور. بعض أولياء الأمور يمنع بنته من الزواج كما قلنا ليستفيد منها ومن راتبها. أحد البنات وصل لسن خلاص لم يرغب فيها الرجال، كبرت ومرضت، فدخل عليها أبوها، هذا حقيقيا وليس هذا قصة حقيقية، نعم نعم. فقالت يا أبي تعالى، فهي مريضة على الفراش في المستشفى، قالت يا أبي اقترب مني، فاقترب منها، قالت يا أبي قل آمين، فالرجل فاكر بنته تدعيله وهو ما عادها جنبه يعني، فقالت قل امين، قال امين، قالت اسال الله الا يدخلك الجنه كما حرمتني من نعيم الدنيا يحرمك من نعيم الاخره. هذه دعوه فتاه لابيها، فكم عانت هذه الفتاه المسكينه، كل ده عشان ياخذ راتبها المسكينه. قال النبي صلى الله عليه وسلم اعظم الزواج النكاح بركه يسرهن صداقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أعطى في الصداق امرأة ملء كفيه سويقا أو تمرا فقد استحل، يعني هي توافق خلاص. فالمهر يكثر. ولما أراد عمر رضي الله عنه أن يعني يخلي المهر شيء يسير حتى الشباب يتزوجوا،
اعترضت عليه امرأة من النساء وقالت لا يحق لك يا عمر. فقال يعني مقولة مشهورة، كل الناس أفقه منك يا عمر. يعني اتفق الفقهاء ان ما في حد للمهر صغيرا او كبيرا حسب المشروع، يعني حسب المشروع. فطبعا هيجي لك انت كمستشار اسره هيجي لك مشكلات كثيره في الموضوعات اللي زي دي. طب الاثار السلبيه لغلاء المهور كما قلنا العزوف عن الزواج، نسبه كبيره يعني، عفوا لفظ يعني، نسبه كبيره من الفتيات اللي عدها سن الزواج عامه، احنا نقول ايه فتيات فاتها سن الزواج نسبة كبيرة جدا للأسف بسبب طمع ولي البنت وغلاء المهور. طبعا ده بيترتب عليه أمراض نفسية للبنت والولد، وبعضهم لا يملك إلا أن يلجأ والعياذ بالله إلى طريق الحرام. ازدياد الحالات السلوكية السلبية بين الشباب والشابات خصوصا في هذا الزمن يعني. أيضا النفقة وهي ما يلزم المرأة من طعام أو شراب وملبس ومسكن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل يطعم زوجته مما يأكل ويلبسها مما يلبس. النفقة تجب للزوجة وليس منها، تجب للزوجة ولكن بقدر ما يستطيع الزوج. قال الله تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. من يكمل الآية؟ من يكمل الآية؟ أحد حافظ؟ مستشار الأسرة لازم يحفظ. سيجعل الله بعد عسر يسرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. النفقة فيها أجر كبير. النفقة فيها أجر الكفاف الحلال. نعم. الحقوق المعنوية اللي هي المعاشرة بالمعروف احفظوهم. المعاشرة بالمعروف ومش هنتكلم فيها كتير لان اتكلمنا طول المحاضرة. اكرام الزوجة، التحبب الى الزوجة وتدليلها والثناء على جهدها. بعض الرجال لو امرأته اضاءت اصابعها كلها ما اعترفت بفضلها، وهذا من الجحود، فمن لا يشكر الناس لا يشكر الله. يا اخي دايما اثني على الزوجة، يعني كلها الكلام الجميل، كلما دخلت مثلا يعني قبلها. المرأة كذلك إكرام أهلها من الأمور الجيدة جدا إنك تحب أهل الزوجة وتكرمهم. للأسف بعض الأزواج يقول لها إذا ذهبت إلى أمك وأبيك فأنت طالق. هذا ليس برجل للأسف يعني. الصبر على ما يصدر منها. النساء المرأة لها طبيعة مختلفة تماما عن طبيعة الرجل. المرأة تتصرف بعاطفة شديدة، تتصرف فقد تحدث أمرا غير مقبول، ولكن الزوجة إذا تفهم طبيعة زوجته خصوصا عندما تكون عندها مثلا عفوا الدورة الشهرية فيضيق خلق المرأة، فلا بد أن يتفهم الرجل طبيعة زوجته أن المرأة يعني متقلبة المزاج سريعة العواطف. مشاركتها في الحوار، احنا قلنا عدم ما يبقاش متسلط، يعني ما يبقاش متسلط. ملاطفتها والمزاح معها حاجات سهلة. أن يعينها في شؤون البيت، رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام، قال يقول خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. ألا يذكر محاسن غيرها من النساء، يعني ما عادش يقول لها انا مثلا رايت النهارده امراه جميله ولا شيء. طبعا هذه تجرح مشاعرها. بعض الازواج يعني عفوا في الكلمه عايز بقى يعني ويشوف هي بتغير عليه ولا ما تغير، يقول لها ده انا جلست النهارده مع امراه جميله وقابلت امراه جميله. طبعا المسكينه تشتط من الغيره وممكن تخطئ في الكلام وفي النهايه هو يغضب وهو الاساس في المشكله.
فلا تذكر محاسن امرأة أمام زوجتك، والمرأة أيضا لا تذكر محاسن الرجل أمام زوجها. التوجيه والتعلم من حق المرأة أن يعلمها دينها وصلاتها وعبادتها، إنه يغير عليها، يغير عليها ويصونها، ألا يضر بها وبمالها، ألا يضر بها وبمالها، يعني إيه؟ لا يضربها ولا يشتمها. عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده، ولا امرأة ولا خادما، إلا أن يجاهد في سبيل الله، يعني كان يستخدم السيف يعني. الغياب الطويل يحق للمرأة أن كل 6 أشهر جوزها يكون عندها، لأن ما تصبر، يعني ما تصبر في اللفظ، يعني تعاني، تحس بالمعاناة. كما سأل عمر حفصة أو ابنته، هي قالت 4 شهور، فهم العلماء قالوا لا، أقصاها 6 شهور تتحمل المرأة غياب زوجها. الهجر الطويل في الفراش ليس من السنن، يعني إذا هجرت زوجتك في الفراش أو أنت هجرت زوجك لا تطيلا، لأنه ليس بحلال. فعل ما حرم الله من الجماع، طبعا يعني أنتم فاهمين الكلام، طبعا عدم الجماع في فترة الحيض، أو اللي هي الأمور إيه الغير مأمور بها شرعا. حقوق الزوج بقى، يعني نبدأ، عشان إحنا خدنا الزوجة في الأول، نبدأ بالزوج. يلا يا شباب معاه. واجبات الطاعة في غير معصية، يعني على المرأة أن تطيع زوجها في كل شيء إلا أن يأمرها أن تعصي الله. شفتوا لدرجة إيه؟ إلا أن يأمرها أن تعصي الله. أستاذ حسن ممتاز، أيوة كده ساعدونا، أصل أنا جالس لوحدي مش قادر، عايز دعم يا أستاذ أحمد. أستاذ حسن، يبقى الطاعة في غير معصية، الطاعة في غير معصية. قرن الإسلام طاعة الزوج بإقامة الفرائض، يعني المرأة تدخل الجنة، يعني عرض للمرأة، إذا صلت المرأة 5 وصامت شهرها رمضان يعني، وحفظت فرجها العفة، وأطاعت زوجها، قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت. ما شاء الله، ما رأيكم في هذا العرض من النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة المؤمنة؟ حق التمكين، إذا طلبها زوجها ألا تمتنع، لا يحق للمرأة أن تمتنع عن زوجها بأي شكل من الأشكال، إلا في الأمور المشروعة، إلا في الأمور المشروعة، كأن يريد ما لا يحل الله سبحانه وتعالى، من حقها أن تمتنع. أما إذا طلبها زوجها إلى فراشه، لابد أن تطيع، لابد أن تطيع، لأن الجزاء خطير. الأخوات اللي موجودة، الجزاء خطير. إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء، لعنتها الملائكة حتى تصبح. الله أكبر. فالجزاء خطير جدا. عدم صيام النوافل إلا بإذن الزوج وهو موجود يعني، إنما لو مسافر خلاص. لو الزوج موجود لا يجوز أن تصوم إلا بإذنه. النوافل اللي هي إيه؟ الاثنين، خميس، الأيام البيض من كل شهر، لا تخرج من بيته إلا بإذنه. كل هذه حقوق. عفوا لخروجي من القاعة بسبب قطع، الله المستعان يا أستاذ. حقوق الزوج أيضا حفظ الزوج، زي ما اتفقنا، حفظ الزوج في المال والعرض والأولاد والبيت والسكن، حفظ زوجها في دينه، المرأة الصالحة تعين زوجها على الدين، حفظ زوجها في غيابه، لا تسمح لأحد بدخول بيته وهو غير موجود إلا من يريد، حفظ زوجها في سره فلا تفشي السر. بعض النساء هداهن الله، جوزها يقول لها سر، يمشي في الشارع: مبروك يا أبو فلان، مبروك يا إيه اللي عرفكم، والعكس صحيح طبعا. بعض الزوجات تفشي سرا لزوجها، تلاقي كل البلد عرفت. إذا أنفقت شيئا من ماله دون إذنه أثمت، طبعا لازم بإذنه، إلا أن يكون بخيلا بخلا شديدا
فتنفق على نفسها وأولادها بالمعروف. لا تعلن عن أحوالها المادية والأسرية، لأن السر من أسرار الحياة الزوجية حفظ زوجها برعاية كرامته وشعوره، لا تنتقصه ولا تسبه أمام الناس، حفظ زوجها بمراعاة في حياته الخاصة فلا تقطع عليه أعماله. في بعض الزوجات يعني ما تخلي زوجها إيه يشتغل، أيوه، إرضاؤه وإدخال السرور عليه. طبعا احنا بنقرأ رؤوس الأقلام والباقي أنتوا تعرفوه. القيام بشؤون المنزل هذا حق للزوج على الزوجة، ولا يمنع أن يشاركها. بر أهل زوجها، كما قلنا بر أهل زوجها، العناية بتربية الأولاد حق من حقوق الزوج، الحقوق المشتركة كده انتهينا من حقوق الزوج. مسكين أنت أيها الزوج. الحقوق المشتركة بين الزوجين اللي المستشار الأسري لازم يطلع عليها ويعرفها حتى يقدر الحالة التي يقوم بتحليلها. أولا من الحقوق المشتركة بين الزوجين العشرة بالمعروف، لازم كل واحد في الاثنين يقدم هذا الشيء غض النظر عن هفوات. كما قلنا الرجل يتعرف على طبيعة المرأة ويتجاوز عن هفواتها، والمرأة تتجاوز عن هفوات الزوج. فلو كل واحد قدم تسير الأسرة بسلام، سعي كل منهما إلى مشاركة الآخر في أفراحه وأحزانه. يعني مثلا لا يأتي الزوج من الخارج وهو متضايق ومضطر الوجه وانت تقعدي تضحكي، لازم تشاركي زوجك في احاسيسك. يعني برضه الزوج لو وجد زوجته يعني غاضب او يلطف عليها الجو، يهون عليها الامور، يمكن تعبانه من شغل البيت، يمكن من الاولاد، ينصح كل منهما الاخر في طاعه الله، هذا واجب على الاثنين. يشعر كل منهما بالمسؤوليه تجاه الاخر. التوجيه الاسلامي للوقايه من الطلاق، طبعا تحل الامور، تحل الامور بالهدوء. نصيحه لكل زوج وزوجه موجودين معانا، لا تخرج سرا من بيتك. اي مشكله بينك وبين زوجك اجتهدي قدر الاستطاعه انك تحلها داخل البيت. اي مشكله تنتهي بابتسامه، بعناق، بما انتم ادرى به، في كثير من الحالات تحل المشاكل سبحان الله. ولكن بعض النساء وخصوصا المتزوجين جديد تجري بسرعه الى امها وابيها وتفتعل مشكله وتحدث ازمه في الاسرتين، وبعض الامور للاسف تصل للطلاق وهم لسه في بدايه الطريق. لكن المراه العاقله هي التي تجلس مع زوجها وتتفاهم وتتناقش معه. فالتوجيه النبوي الكريم لحماية البيوت من الوقوع والسقوط، أولا تحريم التدخل بين الزوجين، يعني لا أهل الزوج له علاقة ولا أهل الزوجة لها علاقة. حتى من الحكمة، من الحكمة تحريم طلب إحدى الزوجتين من زوجها أن يطلق ضرتها. لو الرجل متزوج اثنين يحرم على واحدة منهم أنها تقول له طلق الثانية. تحريم طلب الزوجة من زوجها الطلاق دون سبب، يحرم على المرأة أن تطلب من زوجها الطلاق، أصبحت موضة على فكرة، إلا إذا كان هناك سبب قوي يسترعي ذلك الأمر، إلا إذا كان هناك سببا قويا يسترعي ذلك الأمر. الطلاق مشروع يا جماعة، ولكنه أبغض الحلال. فاهمين كلمة أبغض الحلال؟ لكنه مشروع. إذا استحالت العشرة بين الزوجين وأتى حكم من أهلها وحكم من أهله وجلس ولم يصل إلى حل، فالتفريق مشروع. تحريم عضل الزوج للزوجة، يعني ما يرضلش معلق زوجته، هو لا يريدها ولكن يقول لها لن أطلقك والعياذ بالله، يعني يعلق المرأة كان لا بين السماء ولا بين الأرض. تحريم عضل الولي، حتى ولي المرأة
لو اجى زوجها يصالحها ما يقولهاش ما تروحي، لازم يساعدها انها تكون مستقره ببيتها. الحث على التسامح، كل هذه حقوق مشتركه، كل هذه حقوق التحذير من الهزل في امر الطلاق. ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، ومنها الطلاق. اياك ان تمزح بالطلاق، اياك ان تمزح بالطلاق، لانه يقع، لانه يقع الطلاق يقع. التحذير قلنا بيان ان الافساد بين الزوجين من اعظم وساوس الشيطان، والشيطان يلبس ابنه التاج اذا اوقع بين زوجين. الطلاق مشروع اذا استحالت الحياه بين الزوجين، او كانت المراه عقيما لا تلد والرجل يريد نسلا، او في عيب في احد الزوجين، في عيب في المعاشره الجنسيه مثلا، ان ما في احد فيهم يستطيع سواء الرجل او المراه، فيحق لكلاهما الطلاق. قد يكون الزوج معسرا بالنفقه، فالزوجه تتطلق، وان طبعا هذا امر لا يجب ان يحدث الا اذا كان معدم يعني. قد يكون الزوج سيء العشره، هذا يحق لها ان تطلب الطلاق. قد يكون هي سيئه الخلق او ما وجدت السلوك والعياذ بالله، فيحق له ان يطلقها. اتفق العلماء ان الطلاق يقع اذا صدر عن الزوج وكان عاقلا، خلي بالكم، مختارا بالغا يعي ما يقول، يعني ليس مخمورا هازلا كان او جدا. شفتوا خطر ازاي؟ فما فيش حد يمزح مع مراته يقول لها انت طالق، طلقت وحسبت طلقة واحدة. أنواع الطلاق، أنواع الطلاق طبعا سني اللي هو الطلاق العادي المعروف. الطلاق البدعي له عدة صور، إن يكون الرجل أن يطلق الرجل زوجته ثلاثا بلفظ واحد، هذا بدعي، يعني ما أنت طالق 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 كأنه يغني يعني، أو يطلقها وهي على الحيض، فترة الحيض طلاق بدعي، أو في طهر جمعها فيه خشية أن يكون هناك حمل. حكم إيه الطلاق البدعي؟ يأتم بفعله ويقع طلاقه، يأتم بفعله ويقع طلاقه. طبعا موضوع الأسرة موضوع يعني طويل، المستشار الأسرة إن هو يعرفه يعني، لكن إحنا الحمد لله يعني أخذنا الموضوع من كافة الجوانب، إنشاء نشأة الأسرة والاستقرار والنفقات والطلاق. طبعا آثار الطلاق المالية اللي هو لزوم الصداق، لابد من الصداق. النفقة في العدة، يحق للمرأة النفقة في العدة ونفقة الأولاد، هذا أثر الطلاق المالية. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، إن أراد أن تربي له ولده فيعطيها مال لتقوم بذلك. عشان أنت ما تقعش في الطلاق، أولا أحسن الاختيار من البداية، وأغرس التدين في بيتك، وأعلمهم الأحكام الشرعية، وانشر الثقافة والوعي في الأسرة، وإيجاد وتطوير مجالب التوجيه والاستشارات الأسرية اللي احنا هنشتغل فيها بعد كده، لازم تكون ملمة بكل أمور الزواج والطلاق. هذا تكليف اليوم الأول، بعد الإجابة يتم إرساله على البريد التالي. واضح للجميع؟ المشرف واي طبعا متصل، كلها حروف صغيرة @gmail.com. الأستاذة نعيمة تقول الخيانة أول الأسباب، نعم هي أول أسباب الفشل الحياة الزوجية. أستاذة عائشة هو جت يا بس يا أستاذة، الحمد لله على نعمة الإسلام الذي حفظ المرأة نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وبارك فيكم ونفعنا بما سمعنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أستودعكم الله، وإلى اللقاء غدا بإذن الله تعالى، وفقنا الله وإياكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا.